ما شاء الله. طيب الأسد عايز إيه؟ الأسد انتظر العلاقة دي أو إتمام العلاقة دي لفترة طويلة جدا، كويس؟ نفسه تتم بقى، ده حاجة هو اشتغل عليها بقاله فترة ونفسه يوصل لنتيجة مرضية، حقه، نفسه ما يبانش ضعفه، هو حاسس ان هو ضعيف في العلاقة دي، ودي مش عادة الأسد، فعمال يكابر ومبين نفسه ان هو يعني تمام، بس هو مهزوز جامد. العلاقة القراية تنطبق على المتجوزين كمان، يعني المتجوزين شايفين يعني نفسهم يجنوا ثمار العلاقة دي أو الجواز ده، ونفسهم يبانوا ان هم مش فارق لهم وان هم أقوياء جدا. شايف شريكه ازاي؟ شايف شريكه ده هانج مان، صابر او منتظر شيء. اوكي؟ شريكك بقى، بصوا الاسد طلع له فين؟ نفسه يروضك، نفسه يروضك، اهو الاسد بعينه واقف قدامه ونفسه يروضك، نفسه يعرف ازاي يتحكم فيه ويسيطر عليه. نفسه في ايه كمان؟ اللي لسه ما ارتبطوش نفسه يبتدي معاك عيلة، اللي ارتبطوا نفسه العيلة تبقى بالشكل ده، أب وأم في مكان حلو مستمتعين بوقتهم، ولادهم بيلعبوا وراهم، الصورة اللي هي الايديال للزواج السعيد. شايفك ازاي؟ شايفك مسيطر عليه، بصوا ده قائد العربة، هو اللي بيقود المسيرة، تمام؟ قلنا الموضوع ده بالنسبة للبنات، يحاولوا البنات الاسد، انا عارفه ان ده طبعكم وانتم مولودين بيه، بس حاولوا ما تبينهوش او حاولوا تخفوه شويه قدام الشريك بتاعك، لانه ما ينفعش ان انت تسيطري على العلاقه وتمشيها طول الوقت، فاهمين قصدي؟ هي صعبه شويه للاسد البنت، بتعاني شويه مع شريكها، بس الشريك شايفك مسيطره على العلاقه، والعكس برضو لو الاسد هو الرجل. يعني الطاقة ما بينكم حاجة يعني غريبة جدا، بس التفسير الوحيد ليها انه انتوا ادمنتوا بعض، يعني قضيتوا مع بعض مدة كافية انه ما تقدروش تبعدوا عن بعض، خلاص ادمنتوا بعض وواخدين العلاقة كده زي ما هي، مش فارق معاكوا بقى، يعني هو انت مسيطر عليه، ما مكبر دماغه، مش قادر يبعد عنك، ما يقدرش يبعد عنك او عنك، وخلاص هي كده، متأيدين بسلاسل زي ما انتوا شايفين كده، متقيدين بسلاسل لبعض، ما ينفعش تسيبوا بعض. حاجة حلوة قوي. الشهر ده العلاقة قوية، بس هي فيها شوية ايه، يعني ما فيهاش مشاعر جامدة كده ودلع وحاجات كده، بس هي قوية. العشرة ما شاء الله يعني واخدة دور جامد، ان علاقتكم ما شاء الله ما بتتكسرش، ما فيش حاجة بتأثر فيها. ارتباط اكتر الشهر اللي بعده، بس فيه بقى ايه، رومانسيه شويه، لا فيه رومانسيه كتير بجد، والله ما مركزه خالص، يعني مش مركزه انا بقول ايه، بس شوفي بقى الموضوع ماشي معاكوا ازاي. كمان مده صغيره في حد هيقدم لحد حاجه، الشريك حد من الشركه يعني، حد هيقدم لحد حاجه، حاجه حلوه يعني، حاجه هو كان منتظرها وكان نفسه تتم، بنتكلم في غصون شهرين ان شاء الله، حاجه هو كان مستنيها، يمكن ده يكون الحاجه اللي كان الاسد مستنيها بقاله فتره ونفسه تتم على خير. القرايه تحفه، انا اول يعني اشوف الكارت ده بالطاقه ما بينكم، انتوا ادمنتوا بعض يا جماعه، انتوا ما تعرفوش تستغنوا عن بعض ثانيه. قرايه حلوه قوي قوي للعلاقه العاطفيه بجد، ما شاء الله عليكم، حاجه تحفه. اوكي تعالوا نشوف ايه الاخبار. العقرب امتى؟ نبيلة العقرب لسه متقال قريب، هتلاقيه موجود في الصفحة، هو اللي على طول كسبنا. معلش معلش معلش، يعني تلاقي بس هما اللي في الصفحة الجدي اكتر، معلش. اسلام، انا كل يوم بقول برج واحد بس، النهاردة الدور على الاسد. You are right، one zeros كتير قوي. thanks يا منى، thank you حبيبتي، وانا بحبك يا سلمى جدا، والله فعلا تمام يا ابو خالد. اوكي ايوه زي ما قالوا لكم راشد، الشير واللايك يا بناتي ويا اولاد، يلا
princess of تمام تمام very nice. دي المجموعة الأولى يا هدير اللي هي بتبتدي من 22 يونيو لحد 30 أو 31 يونيو اللي هو 31 يونيو يعني. عليا وخاتم سليمان. اوكي ماشي يا مروة، يعني كلنا مستنيين. الموضوع صعب جدا ليه؟ ده الموضوع جميل، انا شايفة الموضوع حلو قوي. اوكي ما انا بهرب. بتهربي من ايه يا لينا؟ ازيك يا لينا؟ حالا محتاجة تجيبي كارت لان عندي مشاكل كتير في حياتي، تعبانة جدا. سلامتك يا صافي، هسحب لك يا حبيبتي كارت بعد ما بخلص القرايات. بنقعد بقى في اخر اللايف كده 10 دقايق نسحب كروت. قولي لي ايه الموضوع واسحب لك كارت. طيب يا هشام بشكرك على النصيحة، ويعني بليز خليها لك. انا جوزي هكا حبيب بعض. حبيبتي ربنا يخليكم لبعض. الفلوس يا محمد ما فيهاش تحسن الفترة دي، الشهر ده، الشهر ده انا مش شايفة تحسن، والله اعلم، يا رب اكون غلطانة وربنا يرزقكم من واسع ان شاء الله، بس ما طلعليش الكارت ده. I'm sorry. اوكي. اوكي هو ما بيرجعش ليه؟ هنشوف يا هدير في رجوع ولا لا. على فكره الكارت الاخير اللي قلت انه حد ان هو بيقدم لشريكه حاجه، ده ممكن يكون رجوع لو كان حصل انفصال فعلا. بشكرك يا مريم، كذب النجوم وصلته فعلا. ميرسي يا دودو، ميرسي يا روح قلبي. حاجه مخوفاني هنتصر عليها. طمني. حاضر يا مروه، كلمك صح. بشكرك يوسف حقيقي، ميرسي يا مامة لوجي. طيب خلينا نشوف بقى ايه المجموعة التانية. المجموعة التانية بتبتدي من 1 لحد 10 أغسطس. طيب المجموعة التانية إن شاء الله فيها تطور مادي بس بعد شوية معاناة. أوكي طيب لنشوف. يا رب يلقط 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 على الأرض. طيب. الأسد إن شاء الله جايله إما مكافأة في عمله أو فلوس كان مستنيها، فلوس ورث، حد بيديله فلوس، حد كبير بيديله فلوس، اب ام تدي لولادها، في فلوس جايه لك من حد، او حد ذو يعني مقام عالي يعني بيدي لك مبلغ مالي، في باب رزق جديد او رزق من حيث لا تحتسب، حاجه ما كنتش عامل حسابك عليها، فلوس انت ما كنتش عامل حسابك عليها ان شاء الله جايه لك. بلاش اسميها فلوس، خلينا نقول رزق. ورزق ليه اشكال كتير، المهم انها حاجه جايه من عند ربنا وهتيجي في وقتها. كويس؟ وهنقول بقى الحمد لله وهنشكر ربنا وحاجه حلوه قوي. الحاله الماديه لسه طالعه نازله، مش مستقره زي ما انتم شايفين. خلي بالك من الصرف واعمل خطه وما تصرفش غير في الحاجات المهمه فقط. طيب في صراع هنا داير، في حاله دفاع عن النفس. الاسد بيدافع عن نفسه في حاجه، حد بيتهمك بحاجه وانت بترفض تقول لا ما حصلش انا ما عملتش ده مثلا، او حاله منافسه شديده جدا. اوكي الكارت ده نصيحته ليك، اثبت مكانك يا اسد، ويعني واكسب ارض، اكسب ارض ما تتراجعش، لو كسبت معركه كمل تتعبش وتقف، يعني هتكسبها ان شاء الله هتكسبها. في عندنا موت لشيء وولاده شيء جديد. موت لشيء مش موت شخص خالص خالص، مش شرط خالص انه يكون موت شخص، بس ده المفروض ده الموت جاي هيقضي على حاجه باي باي، بس في شمس طالعه وراها، يعني مجرد ما الحاجه دي هتموت الشمس هتطلع بعدها، في حاجه جديده هتظهر مكانها. الموت ده ممكن يكون موت معتقد، ممكن يكون موت فكر، موت عاطفه، في حاجه عندك هتروح ويحل محلها حاجه تانيه، في عمليه تحول هتحصل. أثرها عليك هيكون إنك عايز تبعد عن المشاكل كلها، هتبعد عنها وتديها ظهرك وتمشي.
الكارت ده كمان ليه معنى انه في ناس بتعتمد عليك يا اسد، انه انت الامان ليها وانت اللي لازم توصلهم، تعدي بيهم لبر الامان، في مسؤوليه عليك. او انك انت زي ما قلت لك خلاص قررت تبعد عن المشاكل وتمشي، وشكلك مش هتمشي بس وتبعد، ده في سفر. انا شايفه انه في سفر، سفر طويل، هتبتدي حاجه جديده خالص. طيب في تطور مادي ان شاء الله هيحصل، افتكر ده نتيجة السفر، ان انت هتعمل حاجة، شكلك هتعمل حاجة مختلفة، حاجة انت ما عملتهاش قبل كده. الحاجة دي هتخلي عندك الحالة المادية تتطور وتنتعش. زي ما قلنا انت في حرب او في حالة دفاع عن النفس، زي ما قلت لك حالة تحول هينتج عنها ندم، هتبقى ندمان. افتكر انا عرفت ايه اللي هيموت، ثقتك في شخص معين، في شخص معين انت هتفقد الثقة فيه، وهتنغمس في ذاتك، وهتبقى يعني حابب تاخد جنب، ومش عايز يعني مش عايز تكلم حد، ومش عايز تشارك حد همومك، ودي عادتك يا اسد، بتاخد جنب، ما بتحبش تشارك حد همومك، ما بتحبش حد يشوف ضعفك يعني. فانت حاسس بخزي، وحاسس ان انت اتغدر بيك، ماشي سوري، بس ده اللي انا شفته، يا رب اكون غلطانه. بس الحاجه الحلوه بقى، الحاجات الحلوه خليني اعيدها عليكم، ان شاء الله في مبلغ مالي هيجي لنا، في رزق هيجي من ربنا، حاجه انت كنت مستنيها هتيجي في وقتها ان شاء الله. الحاله الماديه سو سو، بس مش كتير، هتتحسن وهتستقر، دي حاله استقرار اكتر منها حاله تطور، حاله استقرار مادي كويس. في حرب دايره، في عملية تحول هتحصل، هينجم عنها زي ما تقول صدمة بسيطة كده، زعل، هتبقى مصدوم شوية، واخد جنب، بس هتقرر تبعد عن كل المشاكل دي.